تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 4200 وحدة سكنية في كافة المحافظات، أعلنت وزارة الإسكان انتهاءها من توزيع شقق التمليك بالعمارات السكنية في مشروع توبلي الإسكاني. وأفادت وزارة الإسكان أن إدارة الخدمات الإسكانية أنهت كافة إجراءات توزيع شقق المشروع على المستفيدين، وأن إجراءات التوزيع التي جرت على مدار الأسبوع الماضي والأسبوع الجاري اتسمت بالسلاسة وسرعة إنجاز الإجراءات نظراً لتوفير الإدارة الاستعدادات اللازمة. وقالت الوزارة إن مشروع توبل الإسكاني بما يتضمنه من وحدات سكنية وشقق تمليك يعد من أبرز المشاريع الإسكانية التي تنفذها وزارة الإسكان بمحافظة العاصمة، وأنه نجح في استيعاب عدد كبير من طلبات أهالي المحافظة، مشيرة إلى أن الوزارة سبق وأن قامت بتوزيع وتسليم الوحدات السكنية في وقت سابق، فيما شهدت المرحلة الحالية تسليم الشقق السكنية.